لغاية دلوقتي مثلا في الجدية أكون رايح محاضرة أقول لهم يا جماعة سيبوني أحضر محاضرة، يقولوا يا أنت تحتاج لتحضير، ده معقول؟ أقول لهم آه معقول، لازم أقعد أحضر، ده أنا لو ما حضرتش أبقى غير مخلص لجمهور الناس اللي جايين من حتت كتير يسمعوني وييجوا يلاقوا واحد بيقول أي كلام ما يبقاش إخلاص، فلازم أحضر. على الأقل لو عندي معلومات سابقة، التحضير مجرد لتنظيم المعلومات، إزاي تتنظم تتحط كده إزاي وكده إزاي. فكون إن الواحد يحضر الاجتماع ويقضي وقت قبليه عشان يحضر للاجتماع نوع من الجدية في إنه يشوف دي. حتى في الاجتماعات اللي بحضرها في الجمعيات المشهورة زي الروتري زي اللاينز زي السيد زي الزهور، الجمعيات الكبيرة دي لازم الواحد يقعد ويحضر المحاضرة قبليها. الناس هيجي يقول لك هنيجي نسمع شيخ النصارى، يطلع شيخ تطلع محضر شيخ النصارى نصارى تنفعش، لازم يكون محضر. هو في المحاضرات العامة دي صحيح أنا بحضر محاضرة، لكن الأهمية ما بتكونش المحاضرة إنما الأسئلة اللي بعد المحاضرة، والأسئلة دي طبعا بتيجي ارتجالي، ولازم الواحد هتقول هيحضرها إزاي؟ ما بيحضرهاش، ده هم اللي بيحضروها له. تبقى محرجة جدا. يا ربنا يعني يقول لك يعطي التجربة مع المنفس، فربنا بيجيب المنفس.